متابعي قناة تيسير، مرحبا بكم في هذا العرض الجديد، عرض خاص بمكتب للبيع وسط مكناس حمرية. وسط مكناس مكتب في الطابق الأول، المساحة ديالو 74 متر مربع، فيه 3 لي شومبر، واحد لا شومبر صغيرة، لا كويزين، وفيه صال دو بان كما كتشاهدوا، صال دو بان في حمرية، موقع استراتيجي صالح لأي نشاط مهني كطبيب، طب الأسنان، مكتب، مقر شركة. جاي في قريب الشارع محمد الخامس وقريب الباركينغ ديال لا توليب، معروف في مدينه مكناس وسط مكناس حمريه. اذا متابعينا الكرام، كما كتشاهدوا هذا المكتب بيان فيني، فيه كذلك كما كتشاهدوا مجهز بكاميرات المراقبه، وفيه فينيسيون بلافون بلاطر، يعني صراحه الموقع ديالو متميز جدا. الطابق الاول، المساحه 74 متر مربع كما كتشاهدوا متابعينا الكرام في هذا العرض اللي جبنا لكم، بلاطو بيرو. بالنسبه للثمن ديالو 27 مليون، والكرا 1500 درهم في الشهر. اذا كما كتشاهدوا هذا هو لومبلاسمون ديالو، ان لومبلاسمون كي كما نقولوا بيان روبيري في حمريه، في مكناس، وسط مكناس، يعني بالنسبه للعيادات، الطبيب او اي نشاط مهني اخر، او مهندس توبوغرافي، او مهندس اركيتكت، او اي نشاط. فموقع متميز جدا كما كتشاهدوا، الفينيسيون ديال هذا المكتب رائع جدا، مشمش، وفي الطابق الاول. فاللي بغى هذا العرض يتواصل مع الوكاله ديال تيسير، الف مرحبا به. كما كتشاهدوا مجهز بكاميرات المراقبه، البيبان يعني دو كاليتي مزيان، موقع متميز. وكما كتشاهدوا هذا هو البيرو للبيع، كما كتشاهدوا هذا استكما قد يكون فيستير ديال لي زومبلوي ولا استعمال اخر. متابعينا الكرام، اذا الى هنا ينتهي هذا العرض العقاري، الى عرض جديد بحول الله. نتمنى لكم كل الخير، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.